السلام عليكم، شكرا لجريده 24 اللي حاضره معايا التصوير ديال اخر المشاهد ديالي في الفيلم السينمائي لو بورجوا اللي جمع مجموعه ديال الممثلين الكبار الحمد لله. كاين ابو النعيلات، المنياري، رفيق بوبكار، واحد مجموعه كثيره من الصبر السايح، ابراهيم خاي، واحد المجموعه. وهذا فيلم تنعتبره فيلم قريب للناس يعني للعائله، وفيلم جديد بالنسبه لاول فيلم ديال جيبنا ابو النعيلات اللي احنا اللي هي السيناريست اختها كليله ابو النعيلات. وحنا راه الحمد لله يعني في اواخر ديال 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 الفيلم، ان شاء الله نتمنى ان تو يكرمني به الجمهور ويتفرج فيه ويجنال اعجابهم يعني هادشي اللي كاين. عمل سينمائي في واحد مجموعه من النجوم، عزيز داداس، كليله ابو النعيلات، بوحماله، جواد السايح، ابراهيم خاي، تحت الاداره ديال ديمنا بو نعيلات. دور ديال واحد الصحفي اللي كيستضيف واحد الفنان اللي كيغني يدير البوز. هي قصه جميله جميله جدا ديال العزيز داداس اللي معروف بالشكل ديالو بالطريقه ديالو. هي مفاجاه في السينما المغربيه. فرحان ناشط. كما الجمهور كنموت عليكم، فيلم تلحنش دابا راه وصلنا ل 562,000. كنقول لكم برافو عليكم لكل واحد دخل الفيلم ولكل واحد متبع عزيز داداس. مبروك عيدكم للي في المغرب وللي خارج المغرب، وكنقول لكم تبارك الله عليكم والسلام عليكم. عند خوكم عزيز.